موضوعنا التالي شارك مدرب الكاراتيه عبد الله الحسيني من شفا عمر مؤخرا بالمعسكر الصيفي لخبراء الكاراتيه في اوروبا الذي عقد في ايطاليا واستمر لمده ثمانيه ايام وحصل المدرب الحسيني خلال المعسكر على شهادة خبير دولي إجراد أي وهي أعلى درجة تدريب كاراتيه في أوروبا كما استلم منصب رئيس اتحاد الكاراتيه والدفاع عن النفس العالمي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية ومنصب رئيس ووكيل اتحاد الشوتوكان الألماني في إسرائيل والأراضي الفلسطينية وللحديث أكثر حول هذا الإنجاز ينضم إلينا الآن في الاستوديو في بث حي ومباشر ودرب الكاراتيه عبد الله الحسيني ابن شافع عمر مساء الخير عبد الله مساء الخير لك ولجميع المشاهدين بدايه عبد الله احكي لنا عن تجربتك تجربه السفر لايطاليا خاصه انه هي الدوله كانت من اولى الدول التي ضربت في الكورونا وعاشت فترات عصيبه كيف الوضع اليوم في ايطاليا بعد رجعتك لهون اخ عبد الله اهلا نعم اولا مساء الخير لك ولجميع المشاهدين طبعا معروف انه يعني القاره العجوز او ايطاليا كانت من اكبر الدول اللي, اللي تلقت ضربه في الكورونا وكانت في الوضع الجائحه جدا صعب فيها يعني ولكن في اوروبا معروف في, أو في ايطاليا خاصه يعني تاقلموا مع جو الكورونا يعني حتى لما كانت كورونا في في الذروه كانوا يشاركوا في الفعاليات عن طريق الزوم يعني حتى التدريبات الكاراتيه كانت عن طريق الزوم يعني انا شخصيا شاركت في هذه التجربه في الكورونا وهو كمان بطوله عالميه في الزوم للكاتا كانت كمان شاركنا فيها في عده مباريات يعني انتقلتوا لهي التجربة عبر الزوم عن تحكي. نعم آه. تدريب وكمان بطولات عالمية عبر الزوم كانت مش كتير يعني مش كتير ناجحة بالنسبة للطلاب يسافر يحتك في طلاب يكتسب خبرة يشوف يعني طبعا ولكن انه ما فيش شيء اسمه انه يتوقف يعني من من هاي الخبرة اكيد كان في بداية مشوار لك اخ عبد الله كيف اتخذت قرار احتراف في هذه الرياضه وكيف بدات مشوارك بهذا المجال؟ طبعا كان في تشجيع من الاهل من جيل مبكر من جيل خمس سنوات يعني الحديث يعني قبل 30 عام تقريبا وشجعوني الاهل وانا حبيت هاي الرياضه يعني من ما دخلت فيها حبيتها كثير وكل يوم عن يوم كل تدريب عن تدريب كان يزيد شغفي لها يعني لدرجه لما انهيت تعليمي انا اشتغلت في الشركه في, في شركه هايتك فاخترت انه ارجع انا للكاراتيه ادرب كاراتيه واترك الشغل في الشركه على اساس ما اترك الكاراتيه لانه صار في تضارب بين الكاراتيه وبين عملي. يعني على الاقل انا زرت بالفتره الاخيره عده بلدات عربيه ببطولات كاراتيه، حسب رايك قد رياضه يعني الى اي مدى تحظى هذه الرياضه هذه الرياضه بشعبيه في اوساط الجمهور العربي في البلاد؟ طبعا هي الشيء يعني نسبه متفاوت يعني. ولكن الحمد لله يعني في لها شعبيه ولكن في لها مفهوم يعني الكاراتيه مع معروف انه رياضه هي مش رياضه دفاع نفس كيف الناس بس لا مش هذا الهدف في طريق حياه كمان الكاراتيه مش بطوله لانه هي ما بتنتهي بنهايه المنافسه الكاراتيه بتسقط شخصيه الطالب بتهذبه بتحط له يعتمد على ذاته جزء منه دفاع عن النفس في حال تعرض لخطر طبعا وهي الشيء ببني له ثقه عاليه في نفسه البطولات بتحط بتطور مهاراته بتعوده على الصبر شغله ثانيه اللي بوضع اهداف اذا بكون الخبير اللي عنده طبعا على مستوى عالي لازم تحط للطالب اهداف على هوى مستوى كل طالب اهداف قصيره ليوصلها واهداف طويله الامد وهذا بده يكون كمان في دعم الاهل لانه مثلث النجاح الذهبي معروف ومدرب عنده خبره كبيره طالب اللي هو حابب ورغبان واهل داعمين هاي المثلث الذهبي للنجاح اي واحد منهم اختل اختل النجاح تاع الطالب يعني تحدثت انه الكاراتيه ليست فقط بطولات لكن هنالك من يرى بان الرياضات القتاليه والكاراتيه نوعا ما تشجع على العنف هنالك من يرى ذلك نعم. ما رايك بهذا الموضوع طبعا هذا غير صحيح يعني ممكن رياضات ثانيه انا يعني رياضه الفوتبول بتشوف فيها عنف على المدرجات ممكن تت... الولد صغير تبعته على المدرج، انا بحكيها بصراحه يعني ابعت ولد صغير بعده بتعلم اول كلام ممكن يحفظ كلام بديهي هناك ويرجع حافظ قاموس في الكاراتيه لا. كاراتيه المنافس بتلعب انت في البطوله خسرت ربحت انت خسرت، كسبت خبره، تعلمت شيء جديد، بتحترم انك ربحت بتحترم انك خسرت بتحط قدامك هدف انك ترجع وتغلب وتتطور فيه، هذا اللي بيميز الكاراتيه. يعني بدي ايه... احكي شغله صارت تفضل. مع مدرب بالنسبه لقصه انه عنف. يعني مدرب انا بعرفه بدوني طبعا ذكر اسماء لا مش راح اقول اسمه بس هو خبير دولي نحكي عن خبير تفضل خبير دولي كبير عالمي هو من البرازيل مش من هون وكان عايش بالامازون معروف من اللي جابوه في السنات السنوات السبعين أساسي رياض على اساس يطور رياضه الكاراتيه في البرازيل وهو راجع تعرضوا قطاع طريق في وقتها في البرازيل أيه في الامازون ووصل لوضع انه هو كان في خطر على حياته دافع دافع فبالاخر اضطر ضرب واحد اللي هو اداه كثير، بقول هاي اللحظه اللي انا استعملت اوتي واديته كانت لحظه منتهى الضعف تبعي كل حياتي اندمت عليها. هكذا يعني يشعرون المتدربين الكاراتيه يشعرون نعم بهذا يعني انت عندك قوه قو قمه في القوه بس قمه كمان في كبت و يعني و انك انت تتمالك نفسك تتمالك اعصابك ما يكون حتى في تفكيرك انك تضرب او تفكيرك ممنوع يكون فيه قصه العنف هذا تعال تعال بنا نذهب من هنا من الاستوديو الى ايطاليا الى معسكر نعم. التدريب الذي شاركت به وهي تجربه اولى لك خارج البلاد صحيح؟ لا تجربه اولى في باطار في منصر. ايطاليا في اطار منصبك لا ولا حتى في ايطاليا التجربه الثالثه في ايطاليا انا الحمد لله يعني في عندي بالسنه ب 2019 شاركت في سبع معسكرات عالميه ولكن حدثنا اكثر عن التجربه في التجربه في إيطاليا, في ايطاليا في ايطاليا, كيف في إيطاليا, إيطاليا انا دعيت بطريقه رسميه طبعا كان في دعوه من هناك من الاتحاد اللي شاركنا فيه في ايطاليا اللي هن غطوا كافة المصاريف الحمد لله يعني أنا شاركت ك... في معسكر تبادل خبرات بين رؤساء اتحادات وماستر كبار سمر كامب في إيطاليا كسبنا خبرة وأعطينا خبرة لهناك الحمد لله يعني بعد سنوات طويلة من المشاركة في معسكرات في أوروبا وبعد ما وصلت لدرجة الجراد إيه لو خبير دولي أعلى درجة في جراد سي جراد بي جراد إيه غير الدان أعلى درجة في الخبراء في أوروبا فكان لي دور كبير هي تجربه مميزه إيه بعد ما شاركنا في المعسكرات على مدار ست ايام التمارين كانت تكون صباح مساء آه بعد وظهرا كمان وكان فيها تمارين مش بس كاراتيه كان في ركوب خيل كان في آه ركاض صباحا يعني تمارين ثاني كمان يعني شيء كان كثير شيق اخر يوم كان امتحانات انا كنت في لجنه الاختبارات للطلاب اللي شاركوا في الامتحانات في ايطاليا وكان لي دور وكان لي علامه اللي انا وتقييم للطلاب هناك الحمد لله يعني انت فخر انك تحس أنك تقدمت انه صار عندك خبره تعطيها في دول تانية وتاخذ خبره مش بس انت بدك تضلك كمان في ناس يعني كل حياته ماشيه بدي خبره انا بدي مدرب قدامي يعطيني خبره بس كمان انا بالتالي يعني بدي اطور حالي وبدي اعطي الخبره يعني اللي يعني بشير بانك حصلت على شهاده خبير دولي بهذا المجال جراد ماذا ماذا يعني جراد اي؟ تحدثت عن هذا التدريج، ماذا يعني هذا التدريج جراد A؟ ايه؟ نعم هو درجة في الخبرة العالمية بتبلش جراد سي اللي هو خبير دولي أدنى درجة في في الخبرة وهي درجة عالية جدا جراد سي بعد ثلاث سنوات ممكن تعمل جراد بي، وبعدها لحد أربع أو خمس سنوات ممكن تعمل جراد اي إذا استوفيت المستوى اللازم والخبرة اللي تعطيها تقدر تعطيها لطلابك خبرة عالمية تكون عندك. فبدك تجتاز أه أه الامتحانات الحمد لله اجتزت الامتحانات كلياتها الاخيره في ايطاليا واستلمت الشهاده من الاتحاد العالمي دبليو كي اس او اللي انا اليوم وكيل ورئيسه في البلاد وفي فلسطين وورد كاراتي سيلف ديفينس هذا الاتحاد فيه اكثر من 44 دوله منها اتحادات رسميه في دول يعني وشير بان بانك بالفعل حصلت على هذه الشهادة هذا ولكن كيف يمكن الاستثمار ما حققته في هذه انا المشاركة. بقول لك كيف يعني عندنا اليوم عشان تبني طالب بدفع مصاري كثير بكلف الطالب مصاري بده بده خبراء من اوروبا خبرة من ابطال عالم يجيب هون عشان يعطيه لطالبه هذه الخبره كانت مفقوده او قليله كانت مش على هذا المستوى المطلوب انا اشتغلت على حالي سنوات طويله اكتسبت خبره كبيره في اوروبا وفي التالي احنا بنمررها تقريبا في المجان لطلابنا وهذا الشيء فخر انك انت هاي الرايه بتسلمها للطلاب الثاني وهن المستوى عم بيرتفع عم بنفسه في اوروبا في الوقت من اللي من اي جيل عبد الله الحسيني تبدا تدريبات الكاراتيه من اي جيل بيقدر خمس بغدري سنوات خمس سنوات اطفال بخمس سنوات نعم يعني في الوقت اللي في سنوات ماضي اللي حديت قبل سنه او سنتين يعني كان في ال... يعني الطالب هون يطلع على المباريات في من الس... من الدوله على مباريات في اوروبا يحارب على النقطه انك تمر مرحله هذا انجاز كبير اليوم عندي طلاب جابت بطولات اوروبا يعني أنا تتحدث عن... من عدة بلاد تت... الحمد لله تتحدث عن الطلاب وما ما رأيك بالذين يقولون رياضة الكاراتيه للأولاد وليس للبنات صحيح؟ لا هذا غير صحيح أنا حسب رأيي اليوم للأولاد وللبنات والبنات قبل الأولاد لازم يشاركوا بسبب العنف المستشري بسبب الأشياء اللي عم نشوفها اليوم والوضع للمرأة إيه ليه نرجع لورا وين إيش حكيت أنا إنه هذا بقوس شخصية بسقلها بيحط لها اهداف مباريات في اوروبا البنت والولد بتمرنوا بنفس النادي وعندنا بالبلاد اليوم عم نشوف الاشي الحمد لله عم بتقدم عندي طالبات مع حزام اسود عم بدربوا عندي طالبات شاركوا في بطولات عالميه اكثر من طالب شارك في بطولات عالميه في عده بطولات فهذا اشي فخر لقاءنا يوشك على الانتهاء معك كلمه تحب ان تقولها هنا عبر قناة هلا بهذا البث الحي والمباشر أولا نتوجه بالشكر يعني لجميع من دعمني وسندني إيه كان من المسؤولين في الشرف أو غيرهم يعني قبل يومين هنا في متناس متي عشير ونهرية دنون عرامشي تدريباتي وتوجه الطلاب هناك كان رئيس المجلس ونائبه وكرموني هناك هذا إشي يعني كثير بعتز فيه رئيس مجلس عبلين شفته نزل على الفيس خبر خاص لأنه طالب عندي أخذ حزام اسود كمان قدر هذا الإشي لأنه قال أنه بنبذ العنف وبتعرف إطار اللي الطالب بروح فيه وبحويه لأنه وقت الفراغ هو المشكلة اليوم اللي عم تواجه طلابنا للأسف الشديد ما في أطر ما في أندي ما في دورات مدعومة اللي الطالب يقدر يروح لإلها فهذه الاطر هذه الانديه ممكن نحارب العنف نخفض مستوى الجريمه عشان هيك بتوجه المسؤولين انه يهتموا اكثر بكثير من ما هن مهتمين في هاي نتمنى ان تصل رسالتك للمسؤولين الخبير الدولي ومدرب الكاراتيه من شفا عمر الى هنا باستديوهاتنا بهلا عبد الله الحسيني شكرا جزيلا لك على هذا شكرا لك ولجميع المشاهدين